السلام عليكم. مع اقتراب موعد مباراة المغرب ومصر، تصرف غير مقبول من كابرانات الجزائر. لا يمكن وصف ما أقدمت عليه عصابة العسكر الحاكمة الفاعلية للجزائر بعد اقتراب موعد مقابلة المنتخبين المغربي والمصري برسم الربع النهائيات لكأس أمم إفريقيا المقام حاليا بالكاميرون إلا بالتبرهيش والعمل الصبياني الغير المفهوم. فحسب جل المتابعين المغاربة والأجانب، فما قامت به قناة الجزائرية الأرضية بأمر من جنرالات قصر المراضية ينم على حق الدفين للمغاربة شعبا ونظاما، ويبين بالملموس درجة كراهية هؤلاء العسكر للمغرب. بل إن ما فعلته قناة المذكورة وفق أخبارنا مس بشكل كبير فئة عريضة من الشعب المصري الشقيق وأضر بمصالحه الرياضية، حيث عبر العديد من الأشقاء المصريين عن رفضهم لسلوك حكام الجزائر الأرحم المتعلق بمباراة رياضة لا غير. وكانت القناة الجزائرية الأرضية من قبل بداية كأس الأمم الإفريقية قد اشترت 10 مباريات في الكان، ظنا منها أن منتخب بلادها سيواصل المشوار بالمسابقة الإفريقية ويصل للمباراة النهائية. وبعد خروج منتخب الجزائر مبكر من البطولة، تبقى للقناة 7 مباريات وزعتها مجانا على تونس ومصر لتشاهدها الجماهير في البلدين الشقيقين. وبعد اقتراب مقابلة المغرب ومصر وبأمر من الطغمة الحاكمة في الجزائر، أقدمت القناة الأرضية على إلغاء المباراة من البرمجة وعوضتها بمقابلة الكاميرون وغامبيا لتحرم المصريين الذين لا يتوفرون على صبيب قوي من الانترنت من مشاهدة مباراة منتخبهم مع المنتخب المغربي. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.